أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. أرى كذا كابتشي مني باس اجو كيسي وسط كتاتون ياز كنت بجو وندي ماني اني حفش يعني اني امري يتشلال لو عارف دنگ تو روتا دنگ تو روتا طفا كلهم نقدر تستوصل له هون عند عندي ساعه ثانيه بفيد ويا القلايل الثانيه بوزو تزميل هنا قروش الله بس بعد بيت السلاله عليك اسوا بوزو نقدر تصل الثانيه عليك جبتوها بطرون نتوع بعمل كم نقرأ شيء بتاره بكا عزاني وجزي لما استوى سراسه السوا مولو جزي تمولو ولا ليش نبرا سامولو مولو جزي تمولو ولا ليش من دالك وندلج بيت يلهم الزاني يا سوريا لاي عند أبات للجو من مكرو من دنو يتم هجر لجي بيت جنبان عالم من ما نديت لجنبه نديت لشل بري اللي نديت لجنبه هلا بو الدنيا ياز هي تنبوتة هي تنهاجر بتيز هي عند بيته هنا لازم هي تنبوتة تهدال عند بيته منور يا اللبة عند هاجره منور على اللبة لازم هاجر تقامي نجر مسرات على اللبة ما رجع اللبة جبتوها ميقودا نجر هذا اللي أنت عبرة تسو مطقم على اللبة جبتوها عند نوره يا نبرت مت نوره ما نوره اللبه عند يادك بد بهل يادك بد نجر ملكم نجر عند لا ما استمر اللبه ما مار اللبه طرو نجر موسد مطفو نجر مراقنو هاي ازي بتام طرو نجر يا قاطم يسو هون يوشي سو سمت ازي ما كبرنو ما قبلنو جبتوها انا سو بتام بملك من قرنو عند يتم بوتا على ما تفسوش على طرو سووش على جبتوها بس انا اقاطمي باب زانيه زتنا زتين بمتو مالتنا طرو سو انا اقاطمي مالتنا كتلايا بيرا سووش ودني وش اللي كتلايا مهبره سووزي سرا بوتا بزو سوي مثال جبتوها وانا ونقر وانت ملكم ستون كلهم سو ملكم يهون العالم وانا راسه هنا نفسه انت ترو ام ملكاك تسينوره سو مكبر اللبه كسو بطرو من نقاقر اللبه السو يوصنا انا هون هذه سمتا اندازي بذات ندلة على علاقة مالك اني من ناقو ليلة نقرنا هذه ستمتا مسلموت بذات اجماني وطشالو لبعل لعرفة لعيد الفطر وطشالو استديوم عند حج مثلاً بذات سو حزب مسلمو شي قال بس عم تسبل تدسه قال تسبلوا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يدي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا الله سي فترا الله سوي جوش سي فترا بصوص ملك فترا عن دنيا بتام بوبز فتام شنقلات يعني سو فاست يا هون سام السو كليلة سو سطت يمي مار كليلة سو سطت يمي مار هي إيه جوب السو نوم ما كنيا ما كنيا أتساسا بيالو ما كنيا أتساسا بيالو وي أتساسا بو أنا سيالا كراسو سطت يمي مار سوستن يوم السو كراسو سطت يمي مارن كسو كليلة سو سطت يمي مارن
यही है कमी तो कमी लुम सब हाँ नहीं मिलो अंदर नगर बस यहाँ कर बताम तारीख आओ यहाँ कर मैं अंदर सूर्य बताम था मैं सही नत नगर आल बस जी हजबू ममारा लिबत क सूर्य क यमन खरी लगर सूर्य बताम كلهم نقر تزقاش توال كلهم نقر علة قبتوها سو زعطوا مال التشجر وبتام هذا اللي بس هقرها فرصتش يعني هون سوريا باب زاني يومي دلي ميلو كان دي مليون بلاي سو موتو كاروان دا يبلا طاعة هون سوريا سوريا وسط بتام بوزو سو موتو يعني هون بقر بكزي سمي شالو هون عند سو روان دا نبرا ميله إذا فجت نبرة عند مليون حزب موتا رواندا بس استرست ها بس واو فما تقن بس زيلة سو بابزاني سو ستيو شن كلاتو زق بلو يمي الناقرة قلت على البكرات ندز يمي الناقرة هذا اللي لا من دونه سلة قدة قدات سلة اللي سوريت هي تنبرة شهون كوتشي عندنا قرنا أن نبر نفلو كلهم هكذا كتير مرة طار كلهم نقر على قبتها يا هون يتم هاجر هاي تعال زيادة سوابس ميلمون سوريا وش قال له ميلمون سوريا وش قال له قبتها يهي السرعة يا الشال مسرات من ما رجع يا الشال أنا سو أنا لذي حزب لذي هاجر حزب كسوريا بتام من مرة اللي باشم إنه كان دنيا فطران ما هون اللي باشم مالت كليلة سو سطت يمي مار صونا جبت هال وبرقت بتام زي تمارا سوال يعني يوال ما هبرا سوى زي زي عدي سوابوس بتام يتمارا سووش مهران على كلهم يتناقى قراهم كلهم ويت يا رقال سوما مارا اللي بات يعني كل انتو قدنا يعني هون تنش السكال عافي لاي بس لبي يساك هذا اللي لا من دونه لبي بدعم تلا غسل الله قبتها بيت أسوي الزا وندم ما موش يا قوت يا كست الجوش ما كلهم سو بهال غسل الله هي غسل بقلل الميدان هذا اللي قبتها قال تستكاك الله قريت قال تستكاك الله تستكاك تملس الزا راسه غسل هس كما مو تدرس يمي كتله لازم سو زي ما مرة لبت كسوريا كيما كليلة هجرات قبتها جو بزمن لبت سو مسرات ما جنبات فطاري صفة الله صفترة يعني ما جنبات اللبن مسرات اللبن هي إيه هجر أفرصة هذا اللبن يوم تنوبت بود أفرصة هذا اللبن أنت ما جنبات اللبن لقد طايت ولد عندك صدق قبتها هون قربي كذي هي متى ترون قرروا شال هون بقولت شيء هاي ولد بفرنجوش أباي القاد قدبوا كتبوا قال لك بوزونا قرا اللي لزي هذا برازيل اللي توا قال برازيل بعد 1907 ده هاجر نبرت ما قبوا راسه ولا راسه على الشالت كليل هاجرات تم تال مقب كليل هاجرات من متال هون العالم تم قبال لك قدب كذا قدب ابو على امازون لاين تلك هاجر هون هون قسم من هاجرات تلك هاجرات دي قبانا سرا لا انت بتام كبر نو ما نم عين السرا بيهون ما نم سرى بيهون أنت يازكو فتام ميا كبرها أنت سرى قال سرى أنت ديت كبرين وغال مانا الجهن كزرقة مانا كبرهن وردا كبر يلهن كبرهن أنت براسن أوردكم سو بكدو بلابو كبر يا متان لراسو لبيت سو تككل يعني اسكا ما قاتل درس در الشالو بس من دنو من مالا تدلن قبتها بكرات من ورا اللبة يتم بودا بيهم سارته من لو طال اللبة قبتها كبرهن ما ردي اللبة الجهن كذا رقابك كبرهن ورا دا ايو لنقرة عند تارك الله عنده امير وي بعلى سلطان نبرا بمالك من دينار قزي سوي متو من قد لاي اميرو كي حد جايبوش كمنام سيمته مالك من دينار قالت انا السالت انا اتوقع ياله
واو بدم اوقا هلا انا لما اتنسل لي يا ما جمر يا انت وهانو نطفة نذرة واما اخرك مجرشك جيفة قذرة ريسة هنا لن وانت ما بين هذا وذاك تحمل العذرة كزي ريسة ما هنا كوها ما هنا بما هلا انت وسط هنهود وسط مدن ويتشكم كون مسراتي اللبة لاخر انا بس قدنوا راسه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ما لتنو لدنيا أني ادملك يمن ورسوني ممثلي يعني مصر بس لآخرة نقا اندم وموت ممثلي يمصر بعد مر الدرجة أنا إذا صوص مصافو شالي صفي ألو باهي ما نطبق وانقا انا قطم سد اسمته قلت سالي قطموت جبتها يا هذا قبة بيت يا علم بيت نون البران لازك حصان انت بوزونا قرت المرالي كتمرت ليلة بوزونا قرت المراني تمرت بيت سالقة وفيت وصفها لهم عربية عباتي نبرك كتمرت بيت سالقة وفيت نمارا لهم كحصان انت تمارا لهم اني بزو بموية درجة مارز بمقب درجة بوزونا قر اتشلال يعني كزي بوتا وي يهونا سوق نقر بسرعة دسي لين باقني دسي لين قبتوها ازي من قد لاي بوزونا قر ساهاي كرام سيمتا زناب برد من بوزونا قر يا قاطة معها قبتوها هنا فاست فود فتام مصراتة في اللقاء والدول كلهم نقر مصراتة اتشلال جبتها فنش نقر بيستكاكل سوق قال الله انه الله يستكاكل هون براسة بزو ايديا لا جبتها هون فاست فود بسندويش درجة سلاسة مستعينت صرا بدورو بدورو كهنا بس اقا كهنا اندسو عينت ولا تمتوها مستعينت مقا بسرا يا مسراقوش يا مغرابوش جبتها تني شيء ما شنوش منام بينورو كبيت قا بدن بسرعة قفتها إن راسو تاسر له تاسلم مدال له بزو نقر هون زي عير لعينة متسرع نفاس لاي برد لاي من قفتها أني بابزاني وساعت زي سرع بوتا قومي مسرع بابزاني وساعت متسرع وقوم متسرع هذا تنش بنور نقر ما لا تندالكم ما شنو شو من بيستقاك البوتا بيستقاك فاستفود من يوتي اندسرع وزي هقر بزو نقر وش بزو قتال قلتها بعربية قوانقا بعيمانوت كهونا يعني بفهم زي قجوني لما سرات قلتها ما انا مسومتو زي بزو سوو شي متالو طيقالو من قلتها يا طيقة شو ما تسطع شو عقزة شو قلتها عندها عقمية شالكو عقزة يا مجمري اللي هاجر يسووك السلام دي فطر يا فلكو تبوستي سوريا لاي كلهم نقر اندي يقوم دم اندي يقوم سوريا وش اندي ملس ود هاجراتش اي هاجر يفرسك دقما انقنبت على قبتوها يا حياة نورو وي هي كبوها مش كركر اللبت مزورة اللبت سوريا قومش كسم انت تقوم عليك سو ميغنا بعد اللي مسوي فرصة هي بس بزو نقر ياس في اللقاء بزو سرا ياس في اللقاء لا هقر سلام دي عندي هون لازي هقر لازي حزب راسه عندي حسب هي هقر عند لج عند النات سو النات ياس دفرال ياس دفرال لجو لقودات يدر قوال يدر لازي هي هقر عند لج عند النات عند مطبق اللب هي لا انت هيوت لا انت هاجر بتش هذا اللي لقد طايت ولد هاجرنا سو هيوت ينورال لقد طايت ولد يا سالفة انيا ودنيا يدرسة من دنو اسكهون يطبق وتسوش سلهون قبتوا هاد يتلك ملكة من الناس تلالي أرى الدنيا أرى الدنيا
أرى الدنيا والدنيا لمن هي في يداي، أرى الدنيا لمن هي في يديه، عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ፉድፉድ የመዝናኛ መሰናዷችን ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ዱንያን ተከታተለን ተመልሰን መተናል። በዱንያ ውድቀት አለ፣ መነሳት አለ፣ መድከም አለ፣ መሸነፍ አንዳንዴ ደግሞ ስኬት ማማ ላይ መጎናጸፍ አለ። ያንን ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚጎናጸፉት። ነገር ግን ሁላችንም በእያለንበት ዘርፍ በእያለንበት ህይወት ውስጥ ስኬት ውስጥ ነን ብለን ስለማናስብ ነው እንጂ በርካታ ሰዎች ስኬት ውስጥ ናቸው። ብዙ የሚያስተምር ታሪክም ጭምራላቸው። በተለይ አሁን ተከታትለን የመጣነው ፕሮግራም እጅግ አስተማሪ ፕሮግራም ነው። በተለይ ሶሪያውያን ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ በርካታ ችግሮች እየገጠሟቸው ነው ያሉት። በተለይ መሳጅዶች አከባቢ ስናያቸው በልመና ላይ ሲሰማሩ በየመንገዱ በአማርኛ ጭምር ጽሑፎችን አስጥፈው ከሶሪያ ነው የመጣነው እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ አይነት ነገሮችን ሲያደርጉ ምናልባት ቀላል ነገር መስሎ ሊታይን ይችላል። በጣም ከባድ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ችግር አገራችን ላይ በጣም እያንጃበበን ነው። ችግር ቢፈጠር ወዴት ነው ልንሰደድ ምንችለው ብለህ ብታስብ ከባድ ነው። እሱ ገንዘብ ስላላቸው ወይ ወደዚህ አመጣቸው መንገዱ፣ እኛ ግን ወዴት ነው ልንሰደድ ምንችለው የሚለውም ነገር ያሳስባል። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ መማር አለብን። በተለይ በዘር በሃይማኖት እና በሌሎች ግጭቶች እንዳይፈጠሩ ተግተን እኛ መስራት አለብን ነው ምንለው ከዚህ ባሻገር። አዎ፣ በነገራችን ላይ የሶሪያዎች በጣም ለየት የሚያደርገው በጣም ኑሯቸው የተሻለ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ፣ ጥሩ ገቢ ነበራቸው። ምናልባት እንግዲህ ተመልካቾችም ሰምተውታል ብዬ አስባለሁኝ። በቀን ዶላር አገኝ ነበር ነው ያለው። የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው በአረበኛ ቋንቋ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መጽሐፎችም ጽፏል። ከዛ ህይወት ውስጥ ወጥቶ ነው እንግዲህ እዚህ የመጣው። እሱ ደግሞ የአጋጣሚ ነገርም ሆኖ ያው ኢትዮጵያዊ ባለቤት አለችው። በባለቤቱ ምክንያት ነው እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ እንዲመጣ ያደረገውና ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ ያደረገው። በጣም እንዳልከው ደግሞ ብዙዎቹ ምንም የሚያውቁት ሰው አለመኖራቸው ስለሌላቸው ያው እዚህ ጎዳና ላይ ወድቀዋል። በነገራችን ላይ ያው እንደምታስታውሰው የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ላይ ስንንቀሳቀስ፣ ወደ ሀረርም ብትሄድ፣ ወደ ወሎ፣ ወደ አፋርም ብትሄድ ብዙ ሶሪያዎች አሉ። የራሳችን የሆነ ድርሻ የሆነ ነገር ማበረከት አለብን ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ እነዚህ ሰዎች በጣም እንደምታውቀው በተለይ አረቡ ዓለም ላይ የተለያዩ ሙያዎች አሏቸው፣ ከምግብ ዝግጅት ጋር ይሄ ደግሞ ምንድነው የኪነ ጥበብ ሙያዎች ይኖራቸዋልና እነሱን አስጠገተናቸው። እሱ ተምሳሌት ነው በነገራችን ላይ አስጠገተናቸው። ስራ ብናሰራቸው አሪፍ ነው። ይሄ እለታዊ ነገራቸውን መስጠቱ የማስነፍ ነገር ነው። እንደውም አንድ ጊዜ እንደ ታዝበህ ሊሆን ይችላል ሶሪያዎች ኑሯቸውን ከመምሰላቸው የተነሳ የሚያገኙትን ገንዘብ ሱፐር ማርኬት በውድ ነው በቃ የሚገዙት። ሆቴል ውስጥ የማደር ነገር አለና ያው በጣም ነው። ሀረር ላይ ነው ምናልባት እዚህም አገራችን እና ያለን ማን ነው አዲስ አበባ ላይም እና ያለን ሀረር ላይ ትልቅ ሆቴል ገብተው ሲጠቀሙ ሲበሉ እዛ አድረው ሲወጡ ነገር ግን ልመላና ነው ያሉት። ግን ከባድ ነው ስታየው ድሎት የነበረ ህይወት እንዴት ወርቀህ ሌላ አይነት አኗኗር ዘዬ ውስጥ ትገባለህ? ያ ነገር ለነሱ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ያው ድሎት ነው። እዚህ ጋር የሚያገኙትንም እዛ እያደሩ ያው የሚኖሩበት ሂደት አለ። እኛ ግን ከመስጠት ባሻገር ቀርበን ብናወራቸው በተለይ በእነሱ ጉዳይ ላይ አውርተን እናውቃለን ተሰብስበን ወንድሞች ከወንድሞች ጋር አንድ ላይ ሆነው እህቶች አንድ ላይ ይሄን ጉዳይ እንዴት እናርግ ብለን ወደ ሌላ ነገር ማሻገር አንችልም ወይ? እነሱ አይ እነሱ ብር ለምደዋል የማለት አይነት እንትን ውስጥ ገብተናል። አናቅም የሰውን ልቦናና ቀርበን ብናዋራቸው ያላቸውን ሙያ ብናቅ ሀሳባቸው መለመን እኮ ማንም አይፈልግም። በነገራችን ላይ ችግር ሆኖብን የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ሆደ ሰፊ ሆኖ ብዙም ቢሮክራሲ ሳይበዛባቸው ተቀብሏቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖሩ። እንደ ሙስሊም ደግሞ የራሳችንን ነገር እያበረከትን አይደለም ብዬ ነው የማስበው። መንግስት እዚህ ቦታ ላይ በፈለጉበት መልኩ እንዲንቀሳቀሱ ሲፈቅድ እኛ ደግሞ የራሳችንን የሙስሊሙን የሆነ ነገር ማበረከት አለብን፣ ከነርቶች መማር አለብን። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ያው መጨረሻ አካባቢ ላይ ልጁ እያነሳው ነበረና አሁን የሀገራችንን ማዝማሚያ ትንሽ ይከፋል። ከሌላ እምነት ተከታዮች ጋር እንዴት ነው መኖር ያለብን? ራስ በራሳችንም ያው የሀሳብ መቃቀርም ይታይበታል። በአሁኑ ሰዓት በሙስሊሙ መካከል ራሱ ፊርቃር እየፈጠረ ና ምናምን፣ መጨረሻ ላይ ግን የሀገሪቱ ሁኔታ እያስፈራ ሊሄድ ይችላል። ና እንደነሱ ፈርሰን የማንበታተንበት ምክንያት የለም ከዚሁ ካልቀጠል። በተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለይ እዚሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እኮ ሌላ በተለያዩ አካላቶች ሙስሊሙ በጣም ስሙ እየጠፋ እየጠለሸ ነው የሚገኘው። ና
ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ አሁን አንድ የምንሆንበት ጊዜ ነው።